أعلن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي فجر اليوم عن انطلاق العملية العسكرية لتحرير قضاء تل عفر إلى الغرب من مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش. وكانت العمليات المشتركة قد أعلنت عن تسمية الحملة العسكرية لاستعادة القضاء بقادمون يا تل عفر، حيث بدأت القوات العراقية عملية عسكرية لاستعادة تل عفر آخر بلدة كبيرة لا تزال تحت قبضة تنظيم داعش. وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في حديث تلفزيوني أدلى به لإعلان بدء العملية أن المسلحين لديهم خيار التسليم أو الموت. جميع المحاور تتحرك اليوم لبدء عملية تحرير تل عفر، والتي ينتظرها جميع الخيرين من أبناء شعبنا لتلتحق بمسيرة الأبطال ومسيرة التحرير. هؤلاء الأبطال الذين يقاتلون اليوم هم صناع هذا النصر وهم صناع عزة العراق. ويستهدف الجيش العراقي مدينة تل عفر بعد أن تمكن من تحرير الموصل، فيما استعادت القوات العراقية منطقة العبرة الصغيرة غربية تل عفر من سيطرة تنظيم داعش بعد وقت قليل من إعلان رئيس الوزراء انطلاق عملية تحرير القضاء. وأفاد بيان لقيادة العمليات المشتركة أن القوات مسنودة بطيران الجيش مدعومة بطيران التحالف الدولي استعادت منطقة العبرة الصغيرة غربية تل عفر، وهي أول منطقة يعلن عن استعادتها من سيطرة تنظيم داعش، وأن القوات العراقية تتقدم في المحور الغربي باتجاه مناطق السعد والزهراء والوحدة. وبحسب خبراء عسكريين فإن معركة استعادة تل عفر ستكون صعبة أمام القوات العراقية بسبب تجحفل عناصر التنظيم دفاعا عن آخر معاقلهم في المنطقة. فراس الدليمي، الإخبارية، بغداد.